تحية مباركة مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم، كونوا معنا. قال رئيس الوزراء الأسيوبي أبي أحمد أن جيش الدفاع الوطني له أهداف عدة يقوم بها وليس لديه هدف أقل من أسيوبيا كدولة. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء أبي أحمد في الاحتفال بيوم الدفاع الوطني 116 في أديس أبابا في ميدان الصليب بوسط العاصمة الأسيوبية أديس أبابا. وذكر رئيس الوزراء في كلمته أن الهدف الرئيسي لقوات الدفاع هو الحفاظ على السلام، وذكر أن أفراد قوات الدفاع قدموا دماءهم وضحوا بأرواحهم من أجل ضمان السلام. وبحسب أبي إن هدف جيش الدفاع الوطني لا يقل عن هدف أسيوبيا في توفير كل شيء للأسيوبيين. وأشاد أبي بجهود القوات الأسيوبية في عمليات حفظ السلام في عدة دول في المنطقة، في كل من السودان والصومال والليبيريا ودول أخرى. وقال إنه أينما اتجه الجيش الأسيوبي في كل منطقة في أفريقيا فهو يساعد المزارعين ويبني المدارس، لأنه رمزا للسلام والتنمية والوحدة والتضامن. وذكر أبي أنه تم تنفيذ إصلاح التفكير والتنظيم والقدرة على العمل حتى يظل الدفاع وهو رمز للسلام ورمز للتنمية. ومن جانب حس رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأسيوبية المشير برهانو، قالت وأفراد الجيش على زيارة استعدادهم وقدرتهم على أداء المهام الموكلة إليهم. أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسيوبي السيد دمقا مكنن أن أسيوبيا تعمل على تسهيل دمج اللاجئين في مجتمعاتهم المضيفة والأنظمة الوطنية. وانطلقت اليوم في مدينة بيشوفتو ورشة عمل وزارية رفيعة المستوى للتصديق للمصادقة على تعهدات الحكومة نظمتها خدمة اللاجئين والعائدين الأسيوبية النهائية للمنتدى العالمي للاجئين لعام 2023. وذكر دمقا مكنن خلال كلمته في ورشة العمل أن أسيوبيا تؤوي 1,000,000 لاجئ وطالب لجوء، مما يجعلها واحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين في العالم. وسلط دمقة الضوء على التزام أسيوبيا المتميز بالترحيم باللاجئين وطالبي اللجوء كواجب من التزاماتها الدولية، مؤكدا أن بلاده تعمل على تسهيل دمج اللاجئين في مجتمعاتهم المضيفة والأنظمة الوطنية. وتم التحقق خلال ورشة العمل من تعهدات بانتظار المصادقة عليها في المنتدى العالمي للاجئين في عام 2023 الذي يقام في جنيف في شهر ديسمبر القادم. وتشمل التعهدات معالجة الآثار السلبية لتغيير المناخ وتحويل مخيمات مختارة للاجئين إلى مستوطنات حضرية ودمج اللاجئين في النظم الوطني القائمة وخلق بيئات تمكينية لمزيد من الاستثمار في المناطق المضيفة للاجئين وتوفير إمكانية الوصول إلى الأراضي ومشاريع الري وتعزيز الاتصال الرقمي لتعزيز قدرة الحكومة على توفير التسجيل والوثائق المدنية من بين أمور أخرى. وشارك في ورشة العمل وزراء والمديرة العامة لخدمة اللاجئين والعائدين وممثلون عن المؤسسات الفدرالية ذات الصلة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. اتفقت أسيوبيا وجنوب أفريقيا على تعزيز علاقاتهما التاريخية طويلة الأمد والتعاون في الوسائل العسكرية. ووافق مدير التعليم والتطوير بقوات الدفاع جنوب أفريقيا على العمل مع رئيس إدارة التعليم والتدريب الدفاعي الفريق إيمر مكنن في مجال التعليم والتدريب العسكري. وصرح الفريق إيمر مكنن أنه تم التوصل إلى اتفاق لخلق بيئة مواتية للدول لتبادل خبراتها في جهودها لتحديث الجيوش والخطط اللوجستية المشتركة. وقال مدير التعليم والتنمية في جنوب أفريقيا العميد زودي ساوا إن مساهمة أسيوبيا في استقلال جنوب أفريقيا كانت كبيرة. وقال أيضا إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه للعمل معا لبناء جيش حديث سيساهم في مساهمة جيشي البلدين وكذلك تعزيز الأمن في المنطقة. وعلى وجه الخصوص قال العميد زودي ساوا إن جنوب أفريقيا تريد التعلم من نجاح مهمة حفظ السلام الأسيوبية وتحديث قوتها الجوية كذلك، وأن هناك الكثير من الخبرات التي سيتم تبادلها بين الطرفين. وفي هذه الاتفاقية تم إطلاع الضابط العام على الكلية الحربية الأسيوبية وكلية القيادة والأركان الدفاعية. وقال العميد زودي ساوا إن جنوب أفريقيا ستدعم الكليات بالمواد وتصميم المناهج بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من صفحة التواصل الاجتماعي لقوات الدفاع. تحدث المستثمر السوداني السيد خالد كرم في مقابلة له حيث أمره الإعلامية أن أفريقيا غنية بمواردها الطبيعية للاستثمار في قطاع الزراعة بشكل واسع. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نازرية كندش.
الاستثمار على مستوى الاقتصاد القومي يتعلق بالإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة في قطاعات المرافق العامة مثل مشروعات شق الطرق الرئيسية والفرعية ومشروعات تمديدات المياه وتمديدات الصرف الصحي والمخططات العمرانية ومشروعات البناء والإسكان وتمديدات الكهرباء وتوليد الطاقة وكذلك مشروعات التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والاتصالات بالإضافة للمشروعات التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصناعة والزراعة والإسكان والصحة والتعليم والسياحة. ويمكن تعريف أيضا على أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة أو إحلال أو تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي، وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة. قال المستثمر السوداني السيد خالد كرم أن إفريقيا غنية بمواردها الطبيعية ويمكن العمل في قطاع الزراعة بشكل كبير لتحسين الاستثمار في القطاع الزراعي. والله القارة الأفريقية بالذات هي غنية، غنية بمواردها الطبيعية وغنية بالمياه الموجودة فيها، وبالذات أثيوبيا الآن يعني بها كثير من الأراضي الصالحة للزراعة وفيها كثير من المعادن الثمينة على رأسها الذهب في مناطق كثيرة من أثيوبيا. فنحن دائما بنقول إنه الزراعة هي أساس أي دولة، أي دولة تتمتع بمناخ طبيعي للزراعة بشغيها النباتي والحيواني، فمفروض الدول كلها أول شيء تفكر فيه هي الزراعة، لأن الزراعة الشعوب كلها محتاجة للغذاء، والآن أفريقيا هي يعني المرشحة إنها تكون يعني سلة غذاء العالم. وقال أن هناك دول كثيرة في إفريقيا غنية بالأراضي الزراعية والمياه. وفي دول كبيرة جدا في أفريقيا وزي عندنا نحن في السودان دول غنية جدا جدا بالأراضي الزراعية الخصبة وبالمياه. يعني نحن في السودان عندنا عدة أنهر والنهرين الكبيرين النيل الأبيض والأزرق، والأزرق منبعه من أثيوبيا، وأثيوبيا بها كثير من الأراضي الصالحة، وأثيوبيا يتمتع برضو بعمالة، عند عدد كبير شعب الأثيوبي هسه أكثر من 120 مليون وعنده عمالة، فيها عمالة مهرة في مجال الزراعة. نحن نحتاج لهم، الدول الأفريقية والعربية كلها تحتاج لهذه المهارات ولهذه الأيدي العاملة. وأضاف أيضا أن هذه الدول يجب أن تتعاون مع بعضها خاصة في مجال التعديل للتطور في مجال الاستثمار. مطلوب من الدول دي إنها تتعاون فيما بينها وخاصة في مجال التعدين، لأن التعدين في كل الدول الأفريقية بها كثير من المعادن النفيسة، ونحن في السودان نتمتع بكثير من المناطق التي فيها معادن يعني نفيسة جدا جدا، وأثيوبيا عندهم أنتم برضو في مناطق بني شنغور والتجراي ومنطقة المطاخمة لكينيا، وفي حتى في غامبيلا كثير من المناطق الغنية بالذهب. فدي كلها لابد أن الدول تتعاون فيما بينها حتى يعني تستخرج هذه الثروة الهائلة، الثروة التي تعين هذه الدول في التطور والنمو. مشاهدينا إلى هنا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لمتابعتنا، كان معكم أحمد منصور، إلى اللقاء.